طيب رد عبد الحسين نكمل في وقت عندك هنا. تبقى معنا دقيقتين فقط. أنا كنت سأقول لك اتق الله. أعطينا وقتا. طيب إذا نترك إذا خلاص لمس قد نمنع ها طيب في مجال منحنا بعض الوقت إن شاء الله. طيب إذا نقرأ إذا كلام عبد الحسين لو تكرمت الآن مراجعة الثامنة عشرة. الثامنة عشر نعم. يقول أشكر حسن ظنكم بهذا القاصر وأقدر نظركم بعين الرضا إليه وإلى مراجعته، فأخشع أمام هذا العطف ببصري وأعنو لهذا اللطف هيبة وإجلالا، بيد أني أستميح سماحتكم مراجعة النظر فيما نسبتموه من العدول عن أهل البيت إلى مطلق أهل القبلة. يقول كيف أهل القبلة ما عدل أهل القبلة عن علماء أهل البيت. يقول شو تقول أهل القبلة عدل؟ لا أهل كله. القبلة ما زالوا إيه؟ ما زالوا إيه؟ وذكركم بأن نصف أهل القبلة وهم شيعة آل محمد ما عدلوا ولا هم عادلون. إذن هم كم يمثلون الآن؟ نصف أهل القبلة الشيعة إن شاء الله. ولن يعدلوا عن أئمة أهل البيت في شيء من أصول الدين وفروعه أبدا، وأن من رأيهم كون التعبد بمذاهبهم عليهم السلام من الواجبات العينية المضيقة بحكم الكتاب والسنة، فهم يدينون الله عز وجل بذلك في كل عصر ومصر، وعلى هذا مضى سلفهم وخلفهم الصالحان منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وإنما عدل عن أهل البيت في فروع الدين وأصوله ساسة الأمة وأولياء أمورها أبو بكر وعمر وعثمان أعوذ بالله منذ عدلوا عنهم بالخلافة فجعلوها بالاختيار مع ثبوت النص بها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إذ رأوا أن العرب لا تصبر على أن تكون في بيت مخصوص فتأولوا نصوصها وجعلوها بالانتخاب ليكون لكل حي من أحيائهم أمل بها ولو بعد حين، فكانت مرة هنا وأخرى هناك وتارة هنالك، وهبوا بكل ما لديهم من قوة ونشاط إلى تأييد هذا المبدأ والقضاء على كل ما يخالفه، فاضطرتهم الحال إلى التجافي عن مذهب أهل البيت وتأولوا كل ما يدل على وجوب التعبد به من كتاب وسنة، ولو استسلموا لظواهر الأدلة فرجعوا إلى أهل البيت وأرجعوا الخاصة والعامة إليهم في فروع الدين ووصوله لقطعوا على أنفسهم خط الرجعة إلى مبدئهم، ولا أصبحوا من أكبر الدعاة إلى أهل البيت، وهذا لا يجتمع مع عزائمهم ولا يتفق مع حزمهم ونشاطهم في سياستهم. لأنهم يبون الدنيا. أي والله. ومن أمعن النظر في هذه الشؤون علم أن العدول عن إمامة الأئمة من أهل البيت في المذهب ليس إلا فرعا عن العدول عن إمامتهم العامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تأويل الأدلة على إمامتهم الخاصة إنما كان بعد تأويل الأدلة على إمامتهم العامة، ولولا ذلك ما التوى عنهم ملتوين. ثم يقول دعنا من نصوصهم وبيناتهم منظر إليهم بقطع النظر عنها، فهل تجد فيهم قصورا في علم أو عمل أو تقوى عن الإمام الأشعري أو الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإذا لم يكن فيهم قصور فبما كان غيرهم أولى بالاتباع وأحق بأن يطاع، وأي محكمة عادلة تحكم بضلال المعتصمين بحبلهم والناسجين على منوالهم؟ حاشا أهل السنة والجماعة أن يحكموا بذلك، والسلام عليه.